قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. سرنا بعون الله منها تقوى سرنا بعون